السراجم ديالك كيدخلوا البرد فوق البرد، كيدخلوا الحرارة فوق الصيف، كيدخلوا الماء فوق الشتاء، كيدخلوا الغبرة وإلا كان الريح بزاف كيصفروا. السراجم اللي عندك دابا كيدخلوا لك الصداع والأصوات المزعجة، الصداع ديال الموتورات والكلاكسونات بحال اللي عندك في الدار. بسبب هاد المشاكل بغيتي تنعس فوق النعاس ما كاين نعاس دربح، ترتاح فوق الراحة ما كاين راحة دربح. هاد المشاكل يمكن لك تغلب عليها كما تغلبت عليها أنا وبزاف ديال الناس غيري اللي جربوها وارتاحوا. إيكوفانيتر هي شركة متخصصة في صناعة السراجم والأبواب العازلة للبرودة والحرارة والصوت. وشوف معايا هاد التجربة يترفع بها الإشكال ويوضح بها المعنى بفضل الله تعالى.